أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب على أهوال بكرة وأسئلة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر لا الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا أكبر ولله الحمد الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا له
الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. الله إلا الله وحده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
كافرون لا الله أكبر ولله
ونصرته وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى صلاة جامعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كالذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. أيها المسلمون عباد الله، إنكم في يوم تبسمت لكم فيه الدنيا أرضها وسماؤها شمسها وضياؤها. صمتم 29 يوما وقمتم لله 29 ليلة ثم جئتم اليوم إلى مصلاكم تكبرون الله ربكم على ما هداكم إليه من دين قويم وصراط مستقيم وصيام وقيام وشرعة ونظام ومنهج. وقد خرجتم إلى صلاة العيد وقلوبكم قد امتلأت به فرحا وسرورا تسألون الله الرضا والقبول وتحمدونه على الإنعام بالتمام والتوفيق للصيام والقيام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيها المقبولون هنيئا لكم. أيها المردودون جبر الله مصيبتكم. ماذا فات من فاته خير رمضان وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان. كم بين من حظه فيه القبول والغفران ومن حظه فيه الخيبة والخسران. متى يصلح من لم يصلح في رمضان ومتى يسيه من كان فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان. فيا أرباب الذنوب العظيمة الغنيمة ثم الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فمن عتق فيها من النار فقد فاز، والله بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. أين حرك المهتمين في نهاره؟ أين قلق المجتهدين في أسحاره؟ فيا من اعتقه مولاه من النار
إياك ثم إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. فهنيئا للمسلمين في هذا اليوم المبارك، هنيئا لهم بحلول هذا العيد السعيد. واعلموا رحمكم الله أن السعادة في العيد لا تكمن في المظاهر والشكليات، وإنما تد في المعنويات وعمل الصالحات. واذكروا نعمة الله عليكم مما تنعمون به من حلول العيد المبارك في أمن وأمان وصحة وخير وسلام وإيمان. فهذه النعم سلبها كثير من الناس. عندما يقبل العيد تشرق الأرض في أبهى صورة، ويبدو الكون في أزهى حلله. كل هذه المظاهر الرائعة تعبير عن فرحة المسلمين بالعيد. وهل أفرح للقلب من فرحة نال بها رضا رب العالمين لما قدمه من طاعة وعمل وإحسان؟ إنها فرحة تشمل الغني والفقير، تشمل الغني والفقير، ومساواة بين أفراد المجتمع كبيرهم وصغيرهم. فالعاملون يبسطون أيديهم بالجود والسخاء، وتتحرك نفوسهم بالشفقة والرحمة، وتسرى في قلوبهم روح المحبة والتآخ، فتذهب عنهم الوغائن وتسودهم المحبة والمودة، فتذهب عنهم الوغائن وتسودهم المحبة والمودة. عباد الله، تتصافى القلوب وتتصافه الأيد، ويتبادل الجميع التهاني. وإذا كان في القلوب رواسب خصام وأحقاد، فإنها في العيد تسل فتزول. وإن كان في الوجوه العبوس، فإن العيد يدخل البهجة إلى الأرواح، والبسمة إلى الوجوه، والشفاه. كأنما العيد فرصة لكل مسلم ليتطهر من درن الأخطاء، فلا يبقى في قلبه إلا بياض الألفة ونور الإيمان، لتشرك الدنيا من حوله في اقتراب من إخوانه ومحبيه ومعارفيه وأقاربيه وجيرانه. إذا التقى المسلمان في يوم العيد وقد بعدت بينهما الخلافات، أو كعدت بهما الخزازات، فأعظمهما أجرا البادئ أخاه بالسلام. في هذا اليوم ينبغي أن ينسلخ كل إنسان كبيرانه أو كبيرائه، وينسلخ عن تفاخره وتباهيه، بحيث لا يفكر بأنه أغنى أو أثري أو أفضل من الآخرين، وبحيث لا يتخلى الغني مهما كثرت ماله أنه أفضل من الفقير. أيها الأحباب الكرام، العيد مناسبة طيبة لتصفية القلوب وإزالة الشوائب عن النفوس، وتنقية الخواطر مما غرق بها من بغضاء وشحناء. فلنغتنم هذه الفرص ولتجدد المحبة، وتحل المسامحة أو تحول المسامحة، والعفو محل العتب والهجران مع جميع الناس من الأقارب والأصدقاء والجيران. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، رواه مسلم. وقوله: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند أبي داود: فمن هجر فوق ثلاثة فمات دخل النار، صححه الألبان. أيها المسلمون، وإن من أعظم التشاهن والتدابر أن يعق الولد أو البنت والديه أو أحدهما، فذلك ذنب عظيم لعن الله فاعلوه في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأي رحم أقرب من الوالدين؟ فيا أيها العاق ويا أيتها العاقة، اعلما أن رضاء الله في رضاء الوالدين.
قرن طاعتهما بعبادته فالحذر ثم الحذر من الوقوق، وإن من الوقوق رفع الصوت عليهما وإهداد النظر إليهما والتأخر لقضاء حوائجهما حتى يتضجر. فيا من عق والديه سارع الآن باسترضائهما وطلب التحلل منهما، وقبل رأسيهما صباحا ومساء وأكثر من الدعاء لهما، وسترى من الله ما تقربه عينك وينشره به صدرك. أيها المسلمون، لا تنسوا فقراءكم فهم إخوانكم، ادخلوا البهجة والسرور عليهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فإدخال السرور عليهم قربة من القربات. ادعوهم إلى ولائمكم فخير الطعام الولائم، وليمة يدعى إليها الفقراء، والشر الولائم وليمة يمنع منها الفقراء. أعينوهم بما أنعم الله عليكم، فكثير من الكماليات عندنا هي من الضروريات عندهم. فكم من فقير يكتم حاجته بسبب الجلبيات الحياء والعفة، وكم من فقير غلبت فاقته صمته فظهرها من طرف خفي. فمعونه الفقراء من أسباب الرزق والنصر. يا أهل العيد والقلوب الطيبة، لا تنسوا مرضاكم، اشركوهم في عيدكم واجعلوا لهم حظا، واجعلوا لهم حظا من زيارتكم. فرحة العيد ليست موقفة على الأصحاء، بل للمرضى فيها نصيب. زوروهم واتصلوا بهم وهنئهم بالعيد وأوصلهم بالاحتساب والصبر، فهم بحاجة ماسة إلى ذلك. واحمدوا الله الذي عافاكم مما ابتلأهم به. ولله في خلق شؤون الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. أمة الإسلام، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى اجتماع الصف، إلى اجتماع صف واحدة، الكلمة الواحدة، والوقوف مع قيادتنا ضد من يحدد ديننا وأمننا وخيرنا. ونحن بأمس الحاجة إلى التحام قوي واتفاق الكلمة والتعاون المطلوب في حماية الدين والعقيدة. أيها المسلمون، إن أثمن ما في الأمة شبابها، فيا شباب الإسلام، تمسكوا بدينكم وإياكم والاغترار بعمل الزهور واكتمال القوي. فيا شباب الإسلام، أنتم أمل الأمة المطلع وعدة المستقبل لوضاء ورجال الغد المبتلى. عليكم بالقيام برسالتكم، قوموا بواجبكم وأعرفوا مكانتكم، وتمسكوا بدينكم وتلاحموا مع علمائكم، واسلكوا المنهج الوسط، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. حذار والاسترسال في الغفلة والشهوات والاختداع بالشبهات، واحذروا وسائل الشر فالمتربصون بكم كثير. احذروا أن تقعوا فيما نصبوه من الفخاق، فهم لا يرضون إلا بإفسادكم، بل إنهم ينفقون الأموال من أجل إفساد الأخلاق لدى الشباب والشبابات. والمصيبة ثم المصيبة أنهم ادخلوا كل بيت من بيوت المسلمين عبر الإنترنت وعبر القنوات الفضائية وعبر الأغنية المجانة وعبر المجلة الخلعية، التي وللأسف الشديد أصبح يروجها لهم كثير من المحلات التجارية نساء فنساء كاسيات عاريات، ما أرادوا بهن إلا إفسادكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، الصلاة 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 ثم الصلاة، حافظوا عليها واحفظوها، فهي ركن الثاني من أركان الإسلام، فهي عمود الإسلام، وهي ركن العملي الأول من أركان الإسلام. فحافظوا عليها رحمكم الله جماعة، وأدوها في وقتها في المسجد، واعتنوا بها ولتكون من أهم أموركم. فإن علامة حب الإسلام العنية بهذه الصلوات والاهتمام بها. أدوا زكاة أموالكم، وصوموا رمضان، احذروا السحرة والمشعوذين، واحذروا أن تقصدوهم وتأتوهم، فما وراءهم إلا البلاء.
من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الآباء والأمهات اتقوا الله في أولادكم, كونوا قدوة لهم في الخير والعمل الصالح, ابعدوهم عن قرناء السوء, تابعوهم في صلواتهم وخلواتهم وجلواتهم, كونوا الرقابة المكثفة المقرونة بمشاعر المحبة والحنان والشفقة, حذار ثم حذر أن تتسلل إلى الأسئلة الأسر الألوان المغزو الفقري, حذر ثم الحذر أن تتسلل إلى الأسر الألوان من الغزو الفكري والأخلاقي, فتحدم ما بنيتموه وتنقض ما شددتموه, نشئوهم على الخير والفضيلة والهدي والبعد عن الرذيلة والشر والردى. اللهم اجعل عيدنا فوزا برضاك, واجعلنا ممن قبلتهم فأعتقت رقابهم من النار. اللهم اجعل رمضان راحلا بذنوبنا, قد غفرت فيه سيئاتنا ورفعت فيه درجاتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعيد الجميع والأعياد ومبدل الأمم والأجناد وجامع الناس اليوم لا ريب فيه, إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضاد, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما كثيرا. عباد الله, أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس, فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقدم بها إلى خالقنا يوم القيامة, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه, يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أيها الأحباب الكرام, وما بقي إلا أن أذكر نفسي وإياكم ببعض آداب وسنن العيد وأحكام الزكاة, وما ذلك إلا لنعمل بها ولنلتزمها, عسى الله أن يغفرنا ويرحمنا لتمسكنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأولا, الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال, هذا أمر مهم بل يستحسن لكل واحد منا, كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل قبل أن يذهب إلى المسجد. فقد خرج مالك في موطئ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يعود إلى المصلى, وهذا إسناد صحيح. ثانيا, يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله أنه قبل أن يأتي المصلى أي إلى المسجد كان يأخذ ويأكل تمرات, فكان يتناوله بوتر, إما يأكله ثلاثة أو واحدا أو ثلاثة أو خمسة إلى وتر. فنلتزم بهذا لأن هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا, يسن التكبير والجهر به ويسر به النساء يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى, لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان يكبر يوم الفطر من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلى, حديث صحيح هذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم العيد من خروج بيته إلى المسجد, وتكبير هذا لابد لكل واحد منا أو في الجماعة
أن نكبر بصوت عالي أو نرتفع صوت أصواتنا. إلا النساء، النساء يكبرها أو يكبره من غير أن يرتفع أصواتهم. رابعا، يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا. لحديث علي قال: من سنة أن يخرج إلى العبد ماشيا، أخرجه الترمذي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد كان يخرج ماشيا، رغم أنه كان عنده البراق، ولكن يستحسن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ونحن قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا مسجد عيد الفطر إذن فلنمشي حتى نصل إلى مكان المصلي، سواء في المسجد أو في ساحات الذي نظمت فيه ليجري صلاة أو لتجري صلاة العيد. خامسا، يسن إذا ذهب إلى صلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر. هذه الأمور كلها قد ذكرها إمامنا الأمس. كان عندنا حفلة لأمواتنا الذي اختارهم الله سبحانه وتعالى يوم 29 يونيو عام 2009. قد انتقلوا إلى جوار ربهم مما أجري في الطائرة من شركة اليمينية. فإمامنا قد أشير إلى هذه الأمور كلها، ولكن أردت كذلك أن أذكرها إليكم، لأن هذا الوقت قد اتسع الكثير. ثامنا أو سابعا، من فاته صلاة العيد من المسلمين يشرع له قضاؤها. كان كثير من الناس يتجاهلون بهذا، أن صلاة العيد يقضى، من فاته صلاة العيد يقضيها أو يقضيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من البدر ورأوا أن الصلاة قد أقيمت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا إلى صلاة العيد واقضيها. إذن فنحن كل واحد منا إذا فاته صلاة العيد يعني يمكنه أو واجب عليه أن يقيمها. ثامنا، ولا بأس بالمعايدة، وأن يقول الناس: تقبل الله منا وبكم. وهذه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا اثنان ثلاثة جماعة يقول: تقبل الله لنا، تقبل الله، تقبل الله، تقبل الله، لأن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل الله لنا جميعا رب العالمين. هذه بعض من آداب وسنن العيد التي ينبغي علينا أن نحرص عليها، لأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقامها قبل موته. أيها الأحباب الكرام، وإن سألتم عن حكمة زكاة الفطر فأقول لكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني نعم، زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لكي يكون أو تكون طهورة للغو، طهورة للرفث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: من صام رمضان ولم يرفث، يعني من صام رمضان ولم يرفث، بمعنى لم يرفث بمعنى لم يقل كلمة اللغو وهو صائم. يعني فالله سبحانه وتعالى يأخذ صومه كما يريد، فلا بد منا إذا صمنا ألا نرفث ولا نعمل كلمات اللغو أو نكلم كلمات اللغو. وطعمه للمساكين، يعني الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ للمساكين. من أداها قبل صلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما جنس الواجب فيها فهو طعام الأدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرهما من طعام بني آدم. وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وما شابه ذلك. قط بلد، يعني ربما هذه المواد توجد في البلاد العربية أو الدول العرب، ولكن هذه بالضبط لا توجد في معظم البلدان الإفريقية. فإذا طعام وقوت البلد هي التي شرعت أن تؤديها لزكاة الفطر.
وقت إخراجها فهو قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون. فعن نافع مولى عبد الله رضي الله عنهما قال في صدقة الفطر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري. ويبقى أن نذكر مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء أكان محل إقامته أو غيره، ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر لأن الأصل هو الجواز ولا دليل يمنع نقلها إلى بلد آخر. هذه هي أحكام زكاة الفطر التي ينبغي ألا يفرط فيها أي إنسان، وكذلك آداب وصون العيد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من عبادك الفائزين المرحومين. اللهم أعد علينا رمضان ومن علينا بالصيام والقيام. اللهم إن كان سبك في علمك أن تجمعنا في مثله في الأيام القادمة فبارك لنا في أيامه ولياله، وإن قضيت بزوال أعمارنا فأحسن الخلافة على بقينا ووسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك ومغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل هذا العيد عيد عز ونصر وتمكن للإسلام والمسلمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. فقد قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. اللهم وارضى عن خلفائه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب التابعين وعنا ومعنا ومعهم بمنك وفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kwezi watukufu Waislamu, wakama taarifuna ayuha al-ikhwan anna al-khatib khatabana bilughatina al-arabiyya walakin nahnu huna al-arab wal-ajab fala budda an ufasir kalilan min al-khutba باللغة القمرية. فجزاكم الله وعنا الخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، يا رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والتف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده أبدا، وهو قال في كتاب في حديثه: من صام رمضان وستة من شوال فكأنما صامت سنة كلها، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. كويزي وسلام وتكوف وسكوليل وسكم تكوف كبيسة نيزم قتين هرانداليا وتكوف هجوم نبه سجايا رمي كبسيكو وكوسيتي كبسوفاني هازي يا فارن كتوفيق هجومه هلي كاونر الكوكايا. وإن شكرتم لأزيدنكم وكيزي نشكركم نسينغر وناو كاو بحنبا نغابو بساميف شام يزمونغو نجور نفسيشا إن شاء الله. إكيميو يا هاتو يو كيكباليو وكسوى السلام إكارسانغا نهامبابا هانو هاينا مرينا نفسو سنمو مانانيا basi kabana kabati ujona joto banu hezi dakika 10 rujuhi mabanu hahanzare leze harfu nzima chati mbili yahusu zi ayandaru ikhatibu yarinika zubanu yarambia ukaya a'udillahi na shaitani rajim ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhal nasu ittaqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إما كلمة أو يوم إلي يبدي أمرمو ما يبدي أمرمشة. لوكاسيسي يبين هاتوانو هاي نمرم نمرمو ما نفاني ترتيبو يهم ستهي يهم رحمو يهم سيدية زنجما يهم معلمي شيء زي كابلا جواو شام تيرين تينا
wanguashe. Nanti leti tena zitartibu za uashinro ebaina hanu na wanguashe. Maana mtume hafutubu husunumua silamu hawambia ukaya Allah, Allah finnisai lianna hunna amanatukum. Mwange kwezi nasi harumu ushangavu hadisi na khaswa lula mruamba fundi Muhammadi mwamba ukaya edu fundi Muhammadi uwasuliwa nuanrosha hatu haina usiku ujana mashtaka ya hai hali reishi yu nasi nao. Ufungi hula uka khatibu, hajara mdia uka ya ayuha nasu utaku rabakum aladhi khalakakum minafsi wahida wa khalaka minha zaujaha. Wewe luaka sababu ya hemru mshawalaya jahum duniani, uduje uhimewa la ukejuma humrenda nai. Kango abungu turende nafsi ya moya hona ingo tujirenda nai izi mguza hatu. Hauka mrumushe ya sababu ya hujahum duniani lekoti ya hahubu mrumume. وخلق منها وصل من رموم ولد بكهوم وزوجها يمرم شهاي يقول لك دوينا إيها مكر زبهين كوزي من أدام كاتسو تابشي وشامسو تابشا ينسي مياهاي من أدام وايد تابشو كوزي رنجي ميزي وانسي ومنغو ميرارو وانسي ومنغو ميرناشيدا حوفوني رمضان أسيم تمارا بوكايا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه صلوات ربي وسلامه عليه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وليس رمضان لامتناع يوتي رمضان بل أمرها جزية بالأكل والشرب يوتي لأمبو رمضان شيمبو رمضان لوسي هزيلي كاردو ميزي مو سبحانه وتعالى يوم الشانيزو فرما آية من رجي نبو رميوكايا إن صلاتي ما نركوه ما تسومي وميلنا شهدا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يا إيسو زمرو لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أمر من الله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كويزي لا طاعة من شهر واحد. أنت طاعة يهم رما يميز مungu حرم مزور رمضان با. لا ابن الوردي هبوكايا كل يوم لا تعصي بها ربك فهو عيد. Ritijosi kwa lelo unu, rambo vanoa saa, risari fungwe Ramadhani, nti umengomira, rizitimu zihisa. Yabwa vaha usi kwa lelo unu, risari tolawa na bonzozi ontimboni, riroa mubah. Kula yaumin, la taaswi biha robbak, fawaid. Kwezi, narikaru mwetu aya mnyezi msubhanahu wa ta'ala. Amadili rambilo ukaya, inna swalati, yemru mwabnyezi mgumbwa mbo yedu ayu, na yu aya Qur'ani. Swala na haina ibada ya lungana na swala wado tsorongoze mwana nhondo wado tsulike mwana nhondo bali nguloni wado tsusaide mwana nhondzia yodi amba unusuki wa mahyaya no hayati wa hangu kami wa mamati na unachoka mimi ngamdoreje Mwenyezi Mungu lillahi rabbil alamin ngamsarfi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la sharika la نسوزي فان حسبه فلان وفلان وبذلك أمرته من أمر يمني يزمه سبحانه وتعالى سيبا هنگا منبوها هبون يزمه نكمي وحدا نهار وموان وسلميه يهيمي ويهاو وربنا سلميشه يميو يهو مرجينا إن شاء الله. كوزي محمد صلى الله عليه وسلم هرم يوكايا يمرم ينفنجي رمضان زنسي وزومي قمراب كجاكا مادي وسيكوين غوزيما يكها باراوسيكو basi harudi hafungu si unradaru za mwezi wa Shawwal yabonge hama hafungu umaha kamili inamru yafunge Ramadhani abu kartomba bomze Rashid ndogo za mwezi wa Ramadhani uno kwa Faransa imru afungue Ramadhani yarudi tena mwezi mwa mdika utaufik yafunga nsi husita za mwezi wa Shawwal faka anna ma swama sanat kullaha
yabonge hama hafungo maha kani izenzo sita zinu ya Rasulullah ingazibunga nao ingazibungulao ma tayassara min ma ja'ala Allahu lakum fi dini min haraj Mwenyezi Mungu katarjali ya rongo nziro harmo silamu unu ikale lo fungo mfumra fungo maudu kuranze mfumne hata omwizi wa Shawali hushindi utimi ufungo si husita basinga ziadilishawe yetsumu yahu ya maha shati wajibu choka utsozi timi zizo sita hamuja amma ikamrungu jionone istitoa kamrungu jionone toako ya ukamamtsozi dunza nyavano abasayino fahia hia ndugu dozifani wadamu kijahisa shamtume alayhi salatu wassalam harambi ya ukahindi harambi ya ukaya vanu kabati ibada njuma za ibada hamatumui ubungibu Mwenyezi Mungu yaroni saheli ya hahe wangu kama amoni swalibu masohaba ya hangu yaheli ya tumui ikale umaradamu hashindi na funge mwizi kume na raru ya mwizi ya funge mwizi kume na nne ya mwizi ya funge mwizi kume na nsalu ya mwizi gafonsi hundaru haruma mwizi ni mwizi kume na raru tumende hamba ni mwizi kume na nne tumende hamba ni mwizi kume na nsalu tumende hamba ukamrado zire ngazi nsi hizo ya funge yotumu ya sunna kiyabo zifawaidi zilu ya abu zifawaidi zilu ya abu doka haina mru ya funga tumu haina mri ya funga tumu izunguza hepi ya zifungu ya mungi haruma hibu hifadhi nafsi ya moya hake kuswa ni maya ebaina ahenu wananya kabali kuswa ni mami ya zimu subahana wa ta'ala kajazia ya abu kuyaronise mwizi kumena raro ni mwizi kumena nne ni mwizi kumena nsalo mtume haja haka ufunga ya mfundaru ni ya huwa yaumu al-ithnain wa yaumu al-khamis nwanza ike Urafunge Ramadhani ritichomba banze ngozi kazaba haukali kulli amali laka ya ibn adama illa as-sawm kajamba illa ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala la yaqulu illa ramadhan la Allah subhanahu wa ta'ala qal kullu amali laka ya ibn adama illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi'u bihi sum kaful jawarih amma yakrahahu Allah subhanahu wa ta'ala haina mrafunga sumu ya uhifadhi ziongoza hahe na haina rongovu kungu bibi wani izo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ufunge kwezi rufungwe Ramadhani rufungu bahati harumu mjuwani si unu karjafu kabajafungwa mungu umizi unu kabajatula mungu hazini umizi unu rure bahati hiyo kabati ya manana mungu umizi unu bahati mkuu Mwenyezi Mungu ni kari bahati mkuu Mwenyezi Mungu ni kari umizi unu njere wa mashtaka ya mrumme ya rabonzi njere wa mashtaka ya mrumishe ya rabonzi alhamdulillah yeah. Yo shukra min Allah azza wa jalla kwezi watukufu jadidu imanakum namzidishe imani hanu hamade hindi mtume hamba halirjuka ujadidishe imani dezitemba zimaza hatu manu mwizi unuka amili haina mraone mananya haka mla ulia liwajihi mutasi hauso wanyongoha rundundu unge izo retirenti kwezi ayu hasada narizidi haina mrujone mananya ya mla ulie hauso mrahafu bamiyezi mkusubahana wa taala mkujorangaliyano munduniani nana maudunza kiyama ikari himi hauka haina mananya haina ujuhu mwanabala ujuhu kausha hunu baktu wanzo ujuhu mlaulia ya huwa hemyezi Mungu kana huona hunu kathalika hivo insha Allah mungi kwezi aju hasabi ya khutubari ni kiwa khutuba mbili vaha mkunga rujuhesha lezeha tuidu ukabanga sina wanabano ya khutube ya wili luja ni ukimanga ilu wanawanu wa shinde wili mbavi ya khutuba ikawango ituwa wano bamyezi Mungu juhanshi atharu wasuli ya indi lulha insha Allah Ujujane ya kiarabu, ujujane ya kizungu, ilo wanawano, wajue mbahi, izo ikawo, wakawzambavano, bangu wajahiliya zikana singizo zinjivano, ujujo zidisha zinike taufiki, insha Allah, shami imi, lukunja parandale koli, sharu mbubahati, imafundi watu ikawo, wajahutubili ya uvano, nyezi mbuna wajaza khair, wendele koli,
wende harmazio za Kiarabu, wajua wa lugha ya Kiarabu, wajua lugha ya Kifaransa, wakati kama Mtume alayhi salatu wasalam haba haina mrenda harumansi, haina mrenda haruma mji, haina mrenda haruma daho ya tujwe lugha ya Rwanda minal mughraqin tamuge mego mondo gami amuge ona banwa na hatu wajiba wajiba bika salihi wasalizi rakabil shaki kwa jizi laikondo rambilo vanu abu minal mughraqin abu na wongo abu tungani ongi kwezi ayu hasada msadat wakati wasa ya tena insha Allah ganzawe makhatibu hatu nyezi mga wajaalie waduja ni khutuba ya Kiarabu waduja ni khutuba ya Kimanga hili ya ukua wanabao wadu maalibi shiha insha Allah na ujana shukra tena insha Allah ya hei makhatibu hatu ya maimamu hatu na fundi sheikh na fundi Ahmed Musa nyezi mga wajaalia walfaili ya Ramadhani vanu ikawu nyezi mbudu jaalia haina maha rudiru ndani na wasatina wanjii baba hatu sukwa lelo uno rudonza rheze khatibu mroji na wano sheikh khatibu wato mbauka ya rahambani shabam lelo rudonza fundi Ahmed Musa hui ya tihutubu sharenge wasaya tena ya kivamu hauka wa kullu ati jaa wa kullu jaa kharaja lelo tirudonza fundi sheikha luya swalize wano bae fundi sheikha anabauka karadi bantina ujomu swalize wano sabagejuha ufanye kalima inu fundi sheikha anabauka karadi di baba mwema na baba msiwa bukanga bina udhuriwa ohonge kwezi zidogo zinu zuurithiwa no wenyizwe kanga una muo ikawafu abwisho tinrika ushirithiwa abwisho ndushanatiwa bahimba shirenge wala wakati hiyo shaina mrudu javana ndu Ahmed Musa mimbarini hani ndu mti amudu ndo kama ndo kutubu na fundi Muhammad ndu javana ndu fundi she ha mimbarini hani ndu mti amudu ndo kaya baada ya kutubu na fundi Muhammad chati fundi she ndu jona fundi she hatendo mirabuni vanga mivala ho ndingo mahe ndu ndo kaya baada ya fundi Muhammad ndo mirabuni chona fundi she hiyo de hali rahunda harmoni jika udurazaliwa ima fundi ukanti polingoni vawa nazioni walenge zila kawaida zahau waduzendesa ni mafundi vana rijuhanza zendogo izo kwezi rekaiso rekakajaso shangi mamba mboi fundi basi ujuhanza zendogo izo uwana wasuma walejezi makamu izo shana wabaliwe zile kango na mbajana mchume hasufula mnyezi Mungu hahiri hasufula haadamu hasufula haadamu nsina uzirantile kalima ilo nsina uzirantile kalima ilo bailo Mungu ndia hamba rilambe wa innaka la'ala khuluqin azim yonde hili mtume ya sifula mnyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya huhaini mwanavano vahe ngazu ya sifula ni adabu hiyo ili funda Abdurrahmani ya juhuka vano fundi Muhammadi kanoka vano maudu ya humidu juhuka urenga vano ni Muhammadi ya kaza bila shaka utabaan nanu wabu gabu hata insha Allah wana jaalie hundana tawfiq izunga jaalie ikibano fanaidi makbul izunga jaalie kerishi izwi khatibu ya rambia kukaya ya sadaqa ya zakatu alfitri ihisa izilhana ranzilu wakati ya njia hundi harabuni shesha baki sadaqa minas sadaqani shesha zakatu alfitri ihisa izilhana ranzilu wakati ya njia umimbarimhula ya khatibu ya njia abu basi shayi shabaki sadaqa na sadaqa tume sallama amba aliyadi aliyadi khairun min aliyadi sufu umhono bokongo nyongole mwana nyuho ukairi rahama umhono bokongo choda za huu hasija na ukijamba ndo upande wa swala ayo ndo upande wa tumu shahina wakati manada mwalo na bahiru ndio haki ya hahe ya itole yanke mwanaya haumsaidia umje kwezi ramba jana ukikafu ndi haringe mekro ahimingwa mrunogo nduke ndamu sasuala kwezi vanhundu suwani hangu vanhundu utahada nungu hamba izilo njema mriarenti izilo kambi mungi kwezi ayu hasada wa sadati nyezi mbuna rinke tawfiq nyezi mbuna jangli kesi manurambi nyezi hadari za hei khatibu vanu razishia rejuzi lunga insha Allahu takbir vanu isaihisa lelo kabati takbir baada salatu aljum baada rasaruha harmaidi dabu kama na takbir shezi takbir zuhuja harmaidi ubha ikawon wana wa harma yaidi haina lingo ni masala ndo wakujana takbir shayinu zi takbir zihisa baada baada ya wasa swali ya zi takbir zihisa yao ubunge kwesi labduka radi nizivan hadabka insha Allah
nyezimuna jangaliye rifundane na plasi kuu inshaallah ya ukaritanganyihe siwa isilamu urdonga miyezi mungu ya ukasotis pia urdona naho inamreone mananya liwajhi utasim akulu kauli hatha wa astaghfirullaha li walakum wa astaghfihi anni wa ankum wa anjamil muslimina ajma'in muddu aidiakum wa antum muqinuna bidijaba اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما 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 اللهم اجعل اول يومنا هذا صلاحا وخلصته نجاحا واخره فلاحا اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ظالما الا هزمته ولا مظلوما إلا نصرت ولا عدوا إلا خذلت ولا طفلا إلا ربيت ولا جاهلا إلا هديت ولا ضالا إلا رددت ولا مسافرا إلا بلغت وسلمت اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة وملكا كبيرة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من المقبولين صيامهم ولا تجعلنا من المردودين اللهم اجعلنا من المقبولين صيامهم ولا تجعلنا من المردودين اللهم اجعلنا من المقبولين صلواتهم ولا تجعلنا من المردودين اللهم اجعلنا من المقبولين دعائهم ولا تجعلنا من المردودين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة فتقبل الله منا يا قريب يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Thank you.